يا شباب، شلونكم؟ شو اخباركم؟ حياكم الله جميعا. اجواء عالميه كلش راقي. خلي نبلش بالزاجل، تمام؟ خلي افتر منك اكو، انا شمس بعينكم. خلينا نتونس على الزاجل اليوم، نطير شويه على قدم رايه. يعني اخر سباق مال الزاجل. مشكلة شباب، قضية الزاجل أنا ما دا أقعد بيوم الفك. تعرفون الطيور مال أخويا، فهو اللي يقعد يشغل الجهاز البرايقون، يتابع الحمام، هالأمور هاي. فأني أطلع للشغل فما أقدر أصور، تفهموني؟ فأني أعطيكم التفاصيل. سجلنا، كان أكو سباق قبل يومين، سجلنا بي مركز عاشر. طبعا عندنا طير مع العلم رب الحمام هواية، يعني المفروض كنا نسجل اكثر، بس الحمام ما حط. شباب سجلت عندنا هاي الزازة، هاي النثية، لا النثية سجلت، هذا الفحل يمكن النثية سجلت الزازة، ربت بالعشرة الاوائل. نجيب العلم نعلق الدنيا شوية. يلا راجع لكم. هذا العلم شو نقع ميت، شنو السالفة؟ حتى اكو هوا ليش هيج؟ ابا شوية هيك صحيح. انا صح هسه يقوم يهف، انا خاف لا هذا يفلت البوري وبراسي. شوي نروح ليغاد، شوفوا شباب هاي اللي نحكي بيها زين، فلت ليغاد. يلا مو مشكلة. فشباب فسجلنا عيني بالعشرة الأوائل، عندنا زاجة زازة زازة سجلت الحمد لله، زازة سجلت عندنا. طبعا هي ما ماكلها اليوم، فقلت خلينا نطيرها شوية ونس عليها. جماعة الزاجة احنا مقصرين وياهم، المفروض الثاني اصور لهم الفكة يعني مال العربة. بس النتائج والفكات كلها تنشر شباب بجروب الرواد، بس طبعا جروب الرواد على الفيسبوك، كتبوا حمام زاجة الرواد، نادي الرواد، نادي الرواد، ينشرون بيه التفاصيل كاملة مال الفكات واسماء الفائزين، تسليم الحمام وانطلاقة الحمام. يعني ما اقدر شباب كلنا جماعة، يعني تيجي من انا ومن انا ذني ومن انا، والله صير هوسه. اليوم طبعا فتحت الشوامل، تعشى امورهن تمام، ذني هسه حبة ستين انطيتن اكل، متعشى امورهن تمام، منتظر السائق يجيني يجيب لي الحمام. بعد اذا طلع اليوم يعني، يعني على باكر، باكر الصبح ان شاء الله يوصل، باكر الصبح يوصل. هاي الزواج، هاي الزواج النص فصل، نخليها تتونس شوية، تحرك جناحها ونحبس المال. نجي موعد جماعة ريال مدريد بعلم، بس تاخذون صدارة نجيب لكم اياها. وين الزواج؟ طبعا شباب الزواج هسه هاي مو تشوفوها هيجي تلعب فوق البيت، ما تبعد، بس خلي بس اهفي لها مثلا بيدي اخوفها، هاي تنهزم، تروح تنهزم ما تبقى هنا. رجعنا لكم شباب، خلي نفتح الشوامل واراويكم الطيور اللي وصلت جديد. طبعا جيت بالشغل هسه، رجعت شويه طفرت من وقت، جيت حتى ارجع. جايتني طيور هسه همين، جايتني تيادي خط طول، مو خط طول، هذا الخط الاول فوق الخط الاول هنا، تمام. وهاي طيور هسه اصور لكم اياها. الله اكبر. يلا هسه شويه وراجع لكم. يا شباب طبعا هاي فرخات، شوفوهم ذني 19 فرخه، ما راح ابقيهم كلهم، يصير هوسه شباب. بس عزلت ثلاث فرخات عجبني،
هذا واحد شوفوا، هذا الثاني، هذا لونهن حتى لا انتهيهن، هذا لونهن، وهذا ثالث، هذا ثالث اخوان بني كراسات بانتيز، كراسات بانتيز. والبقية راح اطلعها 18 فرخة راح ابيعها. هاي شو من فتحنا ناس نحارشن، هاي طيور جتني وهسه جايتني طيور بالطريق، بدا ارتب مكان. بس هاي الفرخات راح اعرضها للشباب، شوف صير من نصيب منه. خوش فرخات ملقحات جاهزات، فيه نسيت ولا ذني ذني يسوون 100,000. شوفوا هسه نطلعها للشباب بالعافية عليهم. الفرخات كلها جاهزة وملقحة وتمام الامور. يلا راجع لكم شباب. اي شباب شوفوا هسه مصعد هناني على المسرح، لا ما تعرف شو بقيت شباب، ان شاء الله على الطبقات الجديده للخانات. شوفوا ما شاء الله، شوفوا شباب هذا شو، خليني اشرح لكم عليه شويه. هذا يسمونه بانتيز، هاي الطيور مالات باكستان مباشر شباب. هاي الطيور يعني قطع نوادر، هاي اللي جبناها من باكستان بدايه الحمام، بدايه الحمام. هذا الذكاء الفول هنا، الرجوع طايره ما يتعب، بس ما راح اطير مع العلم. هاي الطيور امانه الله اكو، هو هذا الزوج يمكن عينا اخذ مني رجال من اهل الكاظميه، مره فتره طلع انتاج من يمه. شوفوا سمعوا قصه هذا الطير، اخذهم شباب من يمي، ورا فتره خابرني عاتبني عليهم، قال لي امجد ذني ما اريدهن. قلت له ليش حجينا؟ والله شباب قال لي ذني ما اريدهن امجد، وترى ذني ما يطيرن، ليش بعت لي اياهن؟ قلت له حج بانتيز هذا، يعني لا تقول لي ما يطير. قلت له هذا ذكاء الطير، كرس عتي دي. قال انا طيرت بدمه. قلت له الافضل يتكرس عتي دي. قال لا والله ما اريدهن. قلت له ما يكون، انا اللي يقول لي ما جيب، جيب من حجي انا الطير من ابيعه اعرف ايش دا انطيه. المهم والله رجع لي اياهن الحج. هذا الحج هو شنو؟ عنده انتاج فرخ واحد ده يطير بيه فرخ حكم عليه. راحت ايام وجت ايام، انا هم تعرفون لا خانات لا هاي، فما عندي طيور يعني ما ابقي شيء لي، ادري بيه زين بس ما ابقي صراحه ابيعه. هسه ان شاء الله راجعين من جديد. المهم لهناك بعتن الولد، كان يرجع يخابرني الحج ورا فتره. دخيل الله ودخيلك اريدهن. قلت له شو تريد حجي؟ قال لي اريد البانتيز. خوش حكي؟ قلت له حجي يا بانتيز مو بعتن والله، مو قلت لي هيجي ويجي السالفه. قال والله هذا ابنهن كبر بلغ الطير، صفى شويه 8 ريات 9 ريات بلغ. قال امجد الطير كلها ضاعت الا هو، اطير الصبح اجواء حلوه، ينزل بثلاثه ينزل بالاربعه ينزل العصر ينزل المغرب. ابن هاي الطيور، فيعني هذا البانتيز شيء عجيب غريب. بس شنو شباب الراد الطببة على تيدي يا ساندا احكيلكم، هذا بدمه مطيرة ها، هذا زوج مضربة يعني مطيرة من عندهن. شوفوا هسان همين حتى هسه مو جبت هاي الطيور، من هاي الفرخات اللي جبتها نفس الولد صاحبنا كانت يمه هاي الطيور انا بايع لها. شوفوا شباب شو بقيت انا هسه، بقيت كراساتن، بقيت كراساتن. شوفوا هذا الواحد صبغتن هيجي الوان، واحد هذا اللي اخضر واحمر، ذاك اثنين جوا، هذا الثالث. لاني بقيت كراساتن لان اني اعرف هاي الطيور شنو. حكيت ويا بالخانات اليوم، قلت له ها يابا شنو الدرس؟ قلت له ترى طولت يعني طولت صدق طولت. قال يابا ان شاء الله اليوم بالليل، يعني المقطع الجاي المفروض اني ناصب الخانات. زين هسه خابرني سايق جاي بالطريق، الطيور هم راح توصل الوجبه الثانيه ان شاء الله، شيء خرافي شباب خرافي. هاي الطيور معروف يعني، هاي الفرخات خليتها هنا تيادي، تيدي سخي تيدي سلارة تيدي سيت ولا. طبعا اليوم شباب ما اعرف الفكة الثالثة يمكن هن، يعني هاي ثالث يوم يصعدن هنا، ف يعني خاف لبس انا كل ما ادشر طيور يطلعون كم نفر يقول لك ها صار انسان هنا مات. هاي ثالث مرة يصعدن على المسرح، اليوم راح احارشني شوي. وش حكي بالعلاقة مو بالعلم، اراويكم الفرق بين العلاقة والعلم. بالعلاقة الطير يضيع، وبالعلم الطير هم يضيع.
شوية هي شوية بروح أبوك خلينا نتونس غير متابعين شوية شوية هاي شوية بشرفة كم جد نكشين يقول لك ذبها براس عالم وطلع منها سالم نكشين نوخر طبعا هنا حطن فوق حطن عندنا 2 3 فوق في هاتين شوفون أني أريد هاي 4 حطات فوق أريد شنو يوصل حتى لو يحطن فوق يم التانكيات هم أحسن شباب شوفوا ذني 5 والله يدشرن أحسن هذا بعض 7 هاي 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 ما أنا قيل ولا العلاقة بعد بيحط ويجب هسه شوفوا عندنا هنا 2 4 5 و2 فوق 7 هاي 7 شوفوا شباب هاي هنا 5 و2 من جهة العمر هذا واحد منهم اريد اني اوصل هاي المرحلة انه صعدن فوق وينزلن براحتن صعدن فوق وينزلن براحتن بس شي على شي حلوات بس انا اقول لكم يرادل الوقت بس والله شباب دني انا جبت قليلات عاد اوضح لكم شغله واحده انه ما ينجح الفرخ يمي من ورا هاي البيتونه شباب عدا السلامات هاي 25 ساعه حطات وصلت الطيور نزلت على السايق هسه دني كارتونتين كلها تيادي عدا زوج رامبوري شوفوا ما شاء الله الجني بوقت الخانات ما شاء الله ما شاء الله هي 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 باعوا الله يبارك هذا بحلقة الحمراء وطر ده اللي دخلت بيهن ان هناك يا ما دخلت بيهن من ارقى الطيور اللي انا يعني مطببها السطحي هاي طير الرامبوري هاي الطير يمه هسه حاليا يم الولد 8 ساعات 10 ساعات وهذا الفحل هذا مباشر شباب خلي الطيور ترتاح ترتاح وتترتب ونرجع لها شن طايرين عندي هذا السوبر دان اللي الحمر طايرة عندي هذا السوبر دان هسه راح اخبط لهن جايبين علبة جديدة هاي الحمرة مطيريها نصها اكثر من نص ما اعرف طبعا نقتلها كل يوم بس ما دا الحق اصور لكم اياها اشيل لكم العدلة ما دا الحق اصور هذا الطيور هاي شباب هذا اكل خبطته ثقيل وخفيف ونجيب من هذا السوبر دان وينه هاي طبعا ريحته ذكرني بالوي القديم فانيلا مدري شنو هذا ينخبط بالمي من يصير هيك مي مثل شوي شلون المحلبي ما اعرف شلون لونه يصير دب على اكل يتلابس ويا الاكل ترجع تنطيل الطيور خله كمله شباب حتى بين ما شويه ينشف ويترتب من هنا لحد ما نعشي الحمام لان عندنا هاي الفرخات جديده هاي الوجبه جديده شو عامل انا عندنا كلها فرخات هسه صار سطح فحتى شويه تغذيه هالامور هاي شوفوا شباب هاي الشغله خابرنا هسه رجال من اهل شارع فلسطين قال لي انت مصطفى قلت له لا حج يعني مو مصطفى قال لي ها المهم فقلت له غير حج يقول قال لي لو انا اخابر عليك قلت له بس انا مو مصطفى قال لي ادري بس هذا لقيت الطير مالتك شوف هذا شاملي نعوج هذا اللي بات ورجع هذا شغلته كيس ما كملهم بعد اللي ولا هيك على الوضعيه المهم فقال لي اني لقيت لان هاي الطيور الحبريات اللي بين حلقه مصطفى مال راعيهن القديم تمام المهم والله يخاف فقال لي لقيت طير بالحديقه قلت له حجي شنو هالطير قال لي والله عمو ما اعرف انا بالطيور ما اربي طيور قلت له تمام قال لي بس لقيت طير بالحديقه
وكل شوية يجون يدقون الباب علي، وجاني أكثر من واحد يقول لي الطير مالتي، فأنا ما أرد أنطيهم وياه، أرد أرجع لصاحبه، لقيت بيه التليفون، فقلت خله خابرك. قلت له يا برحمة الله ولدك حجي، هذا شوفوه من مالات الفكة، بتشوفوا شو مسوين بيه، باشو حال شي من هنا مع الهلسة الثانية. شوفوا شلون هالشي هسه سبع شباب مع الزبايل. شوف شوف ايش ايش طير منتهي مسوف مريض. هذا من مالات الفكة الأخيرة، ما أعرف هاي الفكة الفكة قبلها إلا منتهي شباب، منتهي متفلش. عبرنا هذا الولد، دزيت له بالتاكسي لاقيه بالحديقة، دزيت له بالتاكسي جابه وجه. بس انت هسه هذا انت اللي لازمه مهلسج الحين هالتهليسة هاي، ليش ليش شنو قيمته هو؟ تروح تجيب لك ارقى حبري من بغداد او من سوق الغزة اللي بسبعة الاف دينار، ايش مدمر الطير حرامات؟ شنو العقود؟ شنو والله شباب حرامات طير خبو. هالس جنحين جنح هالس العواشر كلها يعني ما لص جنح ما لص جنح هالس بالعكس طير متمرر اكل ما ماكل. الله اللي يعلم هذا صار له كم يوم يقمز من بيت البيت. يلا وقع هذا رجال خير ابو شارع فلسطين اللي خابرنا عليه، سبحان الله ما يعرف الطيور ولا له علاقة بالطيور ولا مربي طيور ولا خطاب من يم الطيور ولا يعرف شنو الطيور. بعد اقول له شنو الطير يقول لي والله ما ادري. بعد ثاني همين دزيت ابو التاكسي عليه قلت خل اجيب اي لان خطيه هذا ما طول هيك واقع هالوقعه هاي ووضعيته تعبانه خل نجيبه. والله خابرت ابو التاكسي كان صاحبنا خالد بالزعفرانيه، قلت له يلا لا عد عبر له من يمك جيبه وتعال هاي شو تسوي. راح جابه وجه طبعا مطير الزواجي النسائي مو الفحله، بدا طيرنا الفحله هسه الطواير قبل ينهزمن يروح على تقريبا صار فوق نص ساعه. وهاي الرايه معلقه، هاي احسن شغله جبناها الرايه شباب. ودا افكر ارجع افرد الحبريات، كافي اقول ارتاح كم يوم يعني. الحبريات شباب ينفردت يرجع لمكانهن، وهذا القفص يصير للفرخات اللي يسمونه الفرخات الشوامل، نشيل منه الاحلال ونخلي بيه الشوامل. انا اشوفها افضل يعني خو ما نضل يجي. وهسه راح اشتغل ال تياد الفرخات كلها، راح اشطلها ارتب امورها حتى نحافظ عليها ان شاء الله. حرامات مو مال نضيع منها. طبعا لاني مفقس كم زوج هنا انا العلي والي وهالامور، لاني مفقسات يعني عندنا لاني مفقسات الجو، لاني جوا فرختين فاروخان خلي جوا، لان صراحة الفاروخان بعتن شباب بالخانات، بعتن ثلاثة زوج، بقى عندي زوج واحد وزوج مخالف. يلا شباب اعطيكم تفاصيل مقطع الجاي ان شاء الله. وصلنا لنهاية المقطع، خلونا لايكات تعليقات، وان شاء الله نلتقي بمقطع جديد. تحياتي لكم.